أن الله ينزل ملكا بأمره. هذه عقيدة الأشاعرة، وهذا دورهم في الدفاع عن الشريعة الإسلامية. ولذلك كان الغوث الإمام الولي الصالح العارف بالله سيدي ومولاي الغوث أبو مدين رضي الله عنه وأرضاه، كان على هذه العقيدة، فقد ذكر في عقيدته وهي مخطوطة في المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم 5854، يقول رضي الله عنه وأمدنا بأمداده: الحمد لله الذي تنزه عن الحد والأين والكيف والزمان والمكان، الموصوف بكلام أزلي قديم، صفة من صفاته، قائم بذاته، لا منفصل عنه ولا عائد إليه، لا يحل في المحدثات ولا يجانس المخلوقات ولا يوصف بالحروف والأصوات، تنزهت صفات ربنا عن الأرض والسماوات. ويقول قدس الله سره: اللهم إنا نوحدك ولا نحدك، ونؤمن بك ولا نكيفك، ونعبدك ولا نشبهك، ونشهد أن من شبهك فلم يعرف الخالق من المخلوق. ويقول رضي الله عنه وقدس سره: القدوس على العرش استوى من غير تمكن ولا جلوس، العرش له حد ومقدار والله لا تدركه الأبصار، العرش تكيفه الخواطر والعقول وتصفه بالعرض والطول، وهو مع ذلك محمول والله لا يحول ولا يزول. ويقول رضي الله عنه وقدس سره وأمدنا بأمداده: العرش بنفسه المكان، وله جوانب وأركان، وكان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، ليس له تحت فيقله، ولا فوق فيظله، ولا جوانب فتعدله، ولا خلف فيسنده، ولا أمام فيحده. هذا الإمام الجليل الذي كان على ما كان عليه من الأشاعرة، ما كانت عليه الأشاعرة والماتريدية، فهؤلاء هم الأشاعرة الذين حموا الدين. وأقول وأختم كلامي بالقول: البيهقي أشعري المعتقد، وابن عساكر الإمام المعتمد، قد كان أفضل المحدثين في عصره بالشام أجمعين، كذلك الغازي صلاح الدين، من كسر الكفار أهل المين، جمهور هذه الأمة الأشاعرة حججهم قوية وسافرة، أئمة أكابر أخيار لم يحصهم بعدد ديار. قولوا لمن يذم الأشعرية: نحلتكم باطلة ردية، والماتريدية معهم في الأصول، وإنما الخلاف في بعض الفصول، كالخلف من عائشة للبحر لرؤية النبي رب الفجر، ليلة معراج النبي الطاهر الصادق المصدوق بالأوامر. فهؤلاء الفرقة الناجية عمدتهم السنة الماضية، قد جمعوا الإثبات والتنزيه ونفوا التعطيل والتشبيه. فما تريدي أشعري، وإن شئت قل الأشعري ما تريدي لا تبل. ورحم الله تبارك وتعالى الإمام القشيري حين قال: شيئان من يعذلني فيهما فهو على التحقيق مني بريء. حب أبي بكر إمام الهدى ثم اعتقادي مذهب الأشعري.
والله أسأل وبنبيه أتوسل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحيينا على عقيدة أهل السنة، وأن يميتنا على عقيدة أهل السنة، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم أعنا على الصيام والقيام، واجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، يا حي يا قيوم. إنك غفور رحيم، إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم وفق هذا البلد، ووفق القائمين عليه، ووفق رئيسه لما فيه خير البلاد والعباد، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. يا رب العالمين، تقبل منا بجاه الأنبياء والأولياء والصالحين وبجاه سورة الفاتحة. سبحانك ربي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله. الله لا إله إلا الله مولانا، الله الله لا إله إلا الله أرحت أهل المحبة بالمحبوب قد شغلوا، وفي محبة أرواحهم.